مرحبا بكم في المعهد، معهد التكوين السياحي بنابل. اليوم من نابل كيف ما كل يوم في رمضان نقترح عليكم اون غوسيت، وهذه قبل شقال الفطر، دونك لازمكم تتابعونا. اليوم الغوسيت هي بسكوي كروكان شوكولا نوازيت. اليوم مش انا اللي باش نقترح عليكم، مي باغ كونتر عزة بنتخيل نوتر شيف هي اللي باش تقترح علينا الغوسيت. مرحبا يا عزة. عسلامة ومرحبا بكم. بون دونك شنو الغوسيت، شنو اللي يلزمها اليوم؟ اليوم باش نستحقوا لي زانغريديون هذوما ساهلين برشا وموجودين في اي دار تنجم تلقاهم. باش نستحقوا 250 غرام زبده، باش نستحقوا 60 غرام مايزينا نشي، باش نستحقوا 100 غرام سكر غلاس و350 غرام فارين، ونستحقوا 100 غرام نوازيت هاشي. بهذا في وسط ال وعندنا دوزوف وعنا سكر فاني ونص باكو لفيرشوني. بي دونك هذو ما لازم انغريديون. باش نبداو دونك نبداو توا بالزبده، 250 غرام زبده، 250 غرام زبده، تمبيراتور امبيانت نتصورها مش من الفريجيدير ديريكتومون، دونك نخليوها قبل بنهار برا في الكوزينه تاخذ راحتها. دونك هذه الزبده، من بعد نحط سكر فاني. شكارة سكر فاني هكا ولا زوز؟ زوز ساشي سكر فاني باش نحطو السكر غلاس. طبعا سكر غلاس بعد قداش قلنا سكر غلاس؟ سكر غلاس عندنا 100 غرام، 100 غرام سكر غلاس. باش شنو الاخر توا؟ توا باش مشيت صحيح، خاطر مانيش فاهمه وين مشيت حتى نشي، علاش مشيت حتى نشي؟ انا نحاول نفهم باش نزيدو نشي. توا جبتك باش حركو بيدينا هكا بارفي. دخل السكر والسكر فاني ولا سكر غلاس مع المحور فوالا مع الزبده باش تولينا كريموز هكا شويه. باش وبعد نزيدو ديريكتومون نشي. نخدموها بيدينا بالكدا حتى كشي يدخل السكر فانيا والسكر والسكر ديال السكر المحمر. توا باش نزيدو نشي. توا باش نزيدو نشي. سي بون. سي بون. سي باش تطلع بنينه خاطر انا زدت نشي. فوالا خاطر انت زدت نشي. ما تظلمنيش. فوالا. باهي برشا. توا نزيدو نزيدوا العظمتين اللي حطيناهم. اوكي دونك كان الزبده البره 250 غرام، زدناها 2 ساشي سكر فاني وزدناها 100 غرام سكر غلاس سكر محور وخلطناهم. بعد زدناهم 60 غرام نشاي وخلطناهم مع العظمتين. مع العظمتين حافظه درسي. مي بعد تخدمها بالكدا بالكدا زاده كيف كيف حتى كشيلين تولي ولازم باليد ولا بالركابة؟ باليد نسهل عليكم، فما اللي يخدمها باليد تنجم تخدمها زادة بالركابة. طبعا باش نزيدو الفرينة ولا الفرينة ونزيدو معاها. اوكي دونك نخلطو الفرينة واللو فيكشيمي هكا شوية ونزيدوهم الكل مع الخليط. نزيدوها النوازيت و كملنا. سهله سهله برشا. اي ولي زانغريديون نتاعها اون بليس تلقاهم ساهلين يعني متوفرين موجودين في الدار بيان سور. انت والكونتيتي اللي تحب عليها هذه ابوبخي قداش تعمل الكونتيتي؟ تعمل لك نص بلاطو اقل شويه كيف. بارفي دونك نتاع على سهريه مع قهيوه على قهيوه حاجه حلوه اون بليس في رمضان تلقى حاجه خفيفه هي قريبه للبسكويت سيت فريزك تلقاها مع قهيوه مع كاس جو مع اللي هو في السهريه حويجه بنينه صحه وبالشفاء. باهي خلطناهم دونك بالكدا واخر حاجه زدت النوازيت. باهي اسكو الفور لازم يكون سخون؟ اي الفور لازم 180 درجه. تبقى هي نحطوها ربع ساعه، مي انت بالعين لو طون اللي ريتها دوري شويه هكا هكا تبدل لونها شويه. اي بس هكا اي تبدل لونها شويه نجم ما تستحقش برشا باش تجي في الفور. ديجا هي ما فيهاش برشا فرينة هكا ولا ما فيهاش برشا فرينة. باهي برشا خلطناها بالكدا حطيناهم في الفرن. نشوفوا توا البلاتو اللي باش نحضروا عليه لي بول تاعنا. باهي باغفي.
لقينا حضرنا دونك لي زانغريديون الكل حطيناهم، حطينا النوازيت دونك توا باش نحضروهم باش يتحطوا يتحطوا في الفور. كيس كيل فو توا باش ندهنوا دينا بالزيت جوست هكا باش ما تلصقش ما يلصقش باهي يلصق منيش الفار. كيما تراو البات نتاعنا جات باهيه باش نعملوهم دي بول هكا صغار باهي. دونك دو بول صغار، اون بول صغار، اون بول صغيره تحطها. احنا توا باش نعملوهم دو بول وبعد أيوة. هو نستحقوا في العاده كويير بارزين باش تجينا كويير بارزين هذايا يا جماعه. دونك احنا باش كويير بارزين شنو هي؟ مغرفه هكا صغيره، مغرفه صغيره مدوره باش تعمل لنا طابعه جوست باش نحطوا الشوكولا والنوازيت نتاعنا. معناتها كاينك باش تعمل غرقه صغيره باش تحط فيها الشوكولاتة. دونك اللي ما عندوش ينجم صابون هكا جوست يخلي البلاصه هكا عينو ميزانو قداش يحب الشوكولاته قداش يحب فيها كيما هكا باش نعملوها بارفي. بعد باش نعملو هكا ونطيبوها هكاكا بالغرقه هذيك بالغرقه هذيك باش من بعد نحط الشوكولا نتاعنا بارفي. خليك دونك تكمل لنا لي بيسكوي، تعمل لنا الغرقه اللي فيها بيسكو ما عندناش لا كويير باريزيان باش نعمل دي ومن بعد نرجعوا للزينه. يلا اوكي حطينا لي بيسكوي نتاعنا بعد ما حضرتهم لنا انت عزه حطيناهم في الفور. قداش قعدوا في الفور؟ قلنا قعدوا ابوبري ربع ساعه لو طون اللي تعرفهم لو طون اللي يوليو هكا دوري شويه خرجناها. كما ترى البسكوي نتاعنا حاضر كما قلت لك ما يتكلفش وساهل وبنين مع قيوة في رمضان مع كاستيل شيف ودي تبيع لنا في البسكوي نتاعها فما بالك وتوا باش نحطوا الشوكولا معاهم ونزيدوهم لي ديكوراسيون لي ديكوراسيون منظر مزيان. دونك الشوكولاتة تنجم تذوب انت شوكولاتة في الدار اي فوالا ولا تنجم الكريم تارتيني حاضره تاخذها فوالا. دونك احنا باش نحطوا هكا شويه شوكولا وراها باش نحطوا النوازيت نتاعنا كريبتين نوازيت ولا كعبه نوازيت تقسمها على اثنين. انت عينك ميزانك عينك ميزانك باش تبان انا جوست هكا سامبل وحلوه ومزيانه وبنينه بحول الله. سهريه باش نعديوها حلوه برشا كيفك يا عزه ميرسي بوكو على الغوسيت. ميرسي بوكو عايشك يعطيك الصحه. شكرا لكم الكل نقول لكم نتلاقاو ان شاء الله غدوه في غوسيت اخرى وشهيه طيبه. باي 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 باي.